أخبار اليوم. النجمة الجميلة ميسا مغربي، بنرحب بيكي في أخبار اليوم. مساء النور وأهلا وسهلا بأخبار اليوم في دبي. قولي إيه النهاردة وأنتي بتشاركي في حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ 12؟ مهرجان السينما دبي هو البيبي بتاعنا، إحنا تربينا عليه وكبرنا معاه، فأنا فخورة جدا مهرجان دبي للسينما عشان هو أثبت إن هو مش ريد كاربت بس، مش ملتقى فنانين وبس، هو أكتر من كده، هو دعم مشاريع، هو صناعة سينمائية، هو تثقيف، هو ماركت بتفتح للبروديوسر، للورشه، للكتاب، حاجات كتير الناس ما بتشوفهاش على السكرين بس هي بتحصل جوه المهرجان، which is really good. بتحضري في الفتره اللي جايه؟ عندي مسلسل خليجي، مسلسل مصري، بس مش هقدر اديكي هنت دلوقتي عشان لسه يعني بنقي من سيناريوهات عندي، بس ديفينتلي هيبقى مشروع مصري ومشروع خليجي. كل التوفيق ونجاح لحضرتك. ميرسي جدا، كل الحب لمصر كلها. ثانك يو.